التجربه، والشهاده تعطي بوابه نتاع مستير يكون عندها نفس التجربه. وكما قلت لكم بكري تعطي كلمه لسي سهيل اللي يحب ياخذ كلمه 9-9 على التجربه. شكرا. السلام عليكم. انا حضوري هنا قصير شويه واكثر منه رمزي، حبيت يكون رمزي. علاش؟ انا شاركت مع في اوبن دور حق اسسنا في 2011، وكان معنا وقت نزار وكان معنا حبيب، والفكره كانت بعد الثوره معناها الابداع نوعا ما في تونس نغير الاتجاه بتاعنا ونمشيو نحو الرقميه اللي هي بدات تغزو العالم، وحسينا احنا في بلادنا مع الثوره كنا متاخرين برشا. النتيجه هي قدامكم هنا، الرقم اللي شفناه توا يعتبر معناها حاجه رائده في المجال هذا في تونس. وبصراحة معناها كان بكري نسمع في الكلام وبرشا ناس هما انتقادات، ودائما احنا عندنا شوية توانسة ديما نشوفوا الكاس مالوروزمون شطر الفارغ ما نحبوش نشوفوا شطر المعلم. الإمكانيات موجودة، والإمكانيات مش برك الدولة اللي تعملها. أنا كنت مجتمع مدني تو صحيح نائب نواب الشعب، وعندي مهمة باش نأداها في كنائب نواب الشعب، ومن المهمات نتاعي اللي نركز عليها برشا هو هذا، لأن الدستور يضمن حق الآن الحوكمة المفتوحة والبيانات اللي كلها موجودة، الشفافية موجودة في الدستور. ولكن أنا كنت هناك بعد أكثر تهتم بالمجتمع المدني، رغم المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة في تونس، ومش صحيح اللي هو معناه ما لازم يعمل شيء. لابروف لابروف جماعة صيادة حبوا يخدموا ووصلوا وعملوا حاجة، معناها واللي قاعد نشوف فيها هذا نجم نقول لك معناها على مستوى عالي جدا، معناها فما بلدات في أوروبا ما تلقاش موجود فيها هذا. الامكانيه موجوده، ماذا بينا احنا كتوانسه ما نقعدوش ديما نقولوا والله احنا ما عندناش ما عندناش وما لازموش، ماذا بينا كان نوصلوا احنا كمجتمع مدني مع طبيعه الحال مع الدوله اللي هي عندها دور نتاعها نتقدموا في المجال هذا، هو المجال الحقيقي الوحيد راه. اذا كان نحبوا نرتقيوا بالمستوى المعيشي، نحبوا نرتقيوا بالنظافه في البلديه نتاعنا، بالامكانيات الموجوده في البلديه، هو الطريق. انا في حسب رايي هو الطريق الوحيد. الشعارات انا سياسي طبعا، انا في حزب بطبيعه الحال، وتسمع برشا شعارات سياسيه، مش هذيك الحقيقه راهي. الشعارات السياسيه يستعملوها السياسيين في الانتخابات باش يتكلموا باش ياخذوا الناس باش تنتخبهم، ولكن حقيقه الامر اللي قاعد يعمل فيه المجتمع المدني في تونس راهو حاجه كبيره برشا، وذاك هو اللي باش يقاد منا بلادنا راهو. خاطر السياسي يبقى سياسي. بون عنده اراء وافكار، ولكن ما هو الا سياسي باش يحكم في البلاد، وعنده ساعات ضوابط وروابط داخليه وخارجيه، ولكن المجتمع المدني اللي عمل ثوره بارونتيز راهو الثوره اللي يعني جات ماهوش المجتمع المدني من الشباب نتاع تونس المعطل على عمل، هو اللي ممكن يقدم الاشياء معناها اللي تخلينا نتقدموا في تونس. وانا نتمنى بصراحه معناها اللي تعمل في صياده، ونتمنى معناها حتى توكي بوصله دخلت في الموضوع وعملت مارس باش تخدم كذلك على مستوى البلديات، هي الخدمه كلها على مستوى الجمهوريه تقع في البلديات وفي المجالس القرويه. راهو تلقى واش يقول استشاري مش استشاري اكثر من استشاري. توا المجالس القرويه اللي انا في الحمله الانتخابيه شفتهم بنفسي، هم اللي يذهبوا بالنظام نتاع القريه نتاعهم، هم اللي ينظفوا معناها ما عادش استشاري. المجلس القروي حتى في الدستور الجديد وفي القوانين باش تخرج يولي عنده قيمه كانها بلديه صغيره في على مستوى العماده معناها القريه الصغيره. تونس ما تتطور وما تتقدم الا اذا كان يحس الشعب التونسي والمجتمع المدني اللي هي نتاعه ومنه واللي هو لازم يخدمها. فكره البليك لازم نحياها من بالنا، لازم انا بصراحه نقولها لك راهو ما فهمتش كيفاش نقولها، انما الدنيا تاخذ غلابه تعرف بيت الشعب. اذا كان الانسان يقعد يتمنى الحكومه مش تعمل له، راهي الحكومه فيها كيفاش نقولها الباهي والخايب، مش هي اللي باش تقدم البلاد، البلاد باش تقدمها المجتمع، مش الامكانيات نتاع البلاد ما تجي الا عن طريق الشعب، والشعب هو المجتمع المدني هو اللي باش يعمل الاشياء دي. وهذا انا هذاك علاش جيت معناها سامبوليكمون ورمزيا جيت لهنا، خاطر من بصراحه التجارب الرائده وقادتنا في الدستور. في الدستور كي الارتيكل تحكي على بكري هذاك 39، انا واحد من الناس كنت في اوبن جوف وحاربنا عليه كلنا مع بعضنا باش يتعمل الدستور هذاك. وعندنا حاجه اخرى تعملت نتاع اسمها نتاع الحوكمه الرشيده، عندنا هيئه عليا للحوكمه الرشيده ومحاربه الفساد، هذه تعاملت زاد بالمجتمع المدني راهو، مش السياسيين يعملوها، السياسيين ما يحبوهاش راهو كذلك بصراحه. تجي تحكي معاه على محاربه الفساد السياسي ديما يتقلق، حاجه ما تعجبوش، يلزم هو المجتمع المدني يحارب عليها ويلزم يطبقها. انا دخلت في السياسه والله معناها ما كنتش في السياسه، وحتى سقطت على قائمه القيروان معناها من تونس، قالوا لي ما تحبش تكون رئيس القائمه. خممت وقلت يمكن طريقه باش نطبق الاشياء اللي حطت في الدستور، ومن ذلك حاربت باش ندخل كذلك. عملنا لجنه كانت موجوده، لجنه الحكم الرشيده ومحاربه الفساد والاصلاح الاداري، ودخلت فيها هذه اللجنه معناها المقر نتاعها،
مش نحاول نطبقوا الاشياء اللي في الدستور، ومنها اشياء مش تجي على مستوى القانون تاع الانتخابات البلديه، المجلس الجهويه، دي اشياء معناها جديده في تونس. الدور المعتمدين اللي نسمع فيهم تحكيوا ما عادش عنده دور معتمد اصلا، الوالي نفسه ما عادش عنده معتمد، الوالي الكبير اللي يعمل كل شيء والريسبشن وكذا، لا ما الدور الوحيد اللي عنده الوالي هو الامن، انتهى. كل شيء مش يكون على مستوى البلديات، على مستوى المجالس القرويه وعلى مستوى المحلي. دونك فما تغييرات كبيره مش تقع في البلاد، يلزم احنا المكبر والمجتمع المدني لازم يقف معها، وفما ضغط بزاف في القوانين المستعمله هذيا، يلزم يكون فما ضغط كما كان قبل موجود على مستوى الدستور، توا فما ضغط على مستوى القوانين اللي باش تطبق تاع الانتخابات وتاع تكوين المجالس. وما نحبش نطول عليكم، ان توكا تشجع دائما المبادرات هذيا، وربي يقدر الخير وان شاء الله تنسب من احسن الى احسن. شكرا.